اليابان دولة متقدمة واكيد المدارس التابعة ليها او اللي هي ادارتها هتبقى يابانية اكيد هتبقى كويسة. انا ما اعرفش حاجة عن المدارس ديت، وبعدين هي من ابتدائي لثانوي، يعني ما فيش جامعة هنا يابانية عشان يقدروا يكملوا ايه التعليم العالي بتاعهم بعد الدراسة الثانوية. فازاي يعني؟ وبعدين احنا ما خدناش فكرة احنا كناس مواطنين عن التعليم الياباني دوت اللي هيتطبق عندنا هنا في مصر. ما اعرف الاول، لو لقيت نظام سليم يعني وتمام خاص بال يعني فيها عمليات تعليميه كويسه، بنشوفه الرسوم بتاعتها مش عارف ايه نظامها او تبعيتها لوزاره التعليم او اشرافها على اشراف وزاره التعليم عليها مدى يعني ديت، ممكن نشوف بالنسبه للي احنا فيه بقى نقدم فيها افضل عشان نلاقي تعليم كويس. يعني بصراحه يا ريت لو هتبقى افضل هتبقى احسن، عشان ما بقاش فيه عندنا بصراحه في اللي احنا فيه ما بقاش فيه تعليم بجد. ده اذا كانت طبعا يعني غاليه بالنسبه لاسعارها، اذا كان طبعا اكيد مدارس خاصه فاكيد في سعرها هيبقى غالي او تكلفتها تبقى عاليه، فده على حسب متناول. اذا كانت منخفضه شويه في متناول الجميع ممكن الناس يعني ممكن انا شخصيا اقدم لاولادي، مفيش مانع يعني مدارس يابانيه ايطاليه اي مدارس، المهم في يعني تكون تحس برب الاسره. الحاله المرزيه اللي مدارسنا بقت فيها تخليني اروح اوديهم المدارس اليابانيه. شايفين اليابان بتتطور قد ايه وكل الامكانيات عندها بتعملها ازاي. انا قال لي منعني لو انا امكانياتي تسمح ان انا اودي اولادي اوديهم طبعا، مفيش كلام. الناس اليابانيين دول ناس معروفين باخلاقهم، فاحنا نفسنا انا لو عندي اولاد في سن التعليم ده ادخلهم وانا مطمن وادفع لهم دم قلبي، عشان خاطر انا عايزهم بس يبقوا اخلاقهم كويسه.